من هالقصة منتعلم عن يسوع سيدنا يسوع المسيح لما هو راح مع تلاميذه بالشخطورة وصار في عاصفة كتير قوية. وهم يسوع المسيح كان غافل وهم خمنوا إنه العاصفة كانت كتير قوية رح يغرق. خمنوا إنه كل شيء يعني رح يموتوا. بس نسيوا شيء كتير مهم إنه يسوع المسيح كان معهم وما في لازم الواحد يخاف. وزيت الشيء نحن بحياتنا لما في عاصفة قوية بحياتنا نحن لازم نتذكر شيء إنه هو يسوع معنا. بهالقصة شو صار؟ يسوع المسيح وقف ووقف العاصفة. يا صديق تذكر الشيء، إذا يسوع المسيح ما كان هو ابن الله كيف كان فيه هو يوقف العاصفة؟ يا صديقي هو أكتر من نبي، هو اللي قال أنا الطريق للحياة الأبدية. وكيف وقف العاصفة؟ وقفها لأنه هو الوحيد في يقدر يعمل هالشي. بذات الوقت يا صديق بدي اياك تتذكر اللي هو في وقف العاصفة اللي بحياتك، في هد الموج بحياتك. قبله هلا وتذكر لما يسوع معك ما في لازم تخاف، ما في ضرورة تخاف، لأنه هو بحبك كتير. يسوع بحبك، هو حقيقي.